من الماتشات اللي طبعا ما بت... نعم انا محظوظ ان انا حضرت ما, ما تنساهاش طبعا. لا طبعا. اكيد لا طبعا. على مستوى يعني انا بره لقيت انت ما شاء الله يعني بعيد بقى عن الكوره, انت فنان ومخرج ومؤلف وكاتب و ايه تاني؟ مش مخرج, مش مخرج. لا انا قريت مؤلف. ايه؟ مؤلف. مؤلف و... وممثل. وممثل. لا في حاجه تاني والله, بس لو في حاجه تانية. لو في حاجه تانية. لا لاعب كوره طبعا. انت بتلعب كوره لحد دلوقتي؟ بلعب. انا ركبتي اتشرخت قريب. بلعب خماسي بس بقى لي فتره كده مبطل عشان ركبتي اتشرخت. بس كنت مواظب على ان انت تلعب فعلا يعني مهتم. بس هي بتعور قوي. فانا عندي نفس المشكله. بقيت العب تنس عشان اخس, عشان التنس ما بتعورش فهي سهله. بس انا يعني لازم 3 ايام في الاسبوع ببقى في النادي. يعني انا النادي جنب بيتي انت عارف. في زايد. جنب بيتي. تجاري. وما شفتكش بقول له انت جاري. قال ما شفتكش. نفس الكومباوند على طول. الاثنين سمعتكم. فثلاث ايام في الاسبوع لازم اكون في النادي بلعب تنس وقاعد. انا بحب اخش النادي الاهلي. يعني خصوصا الجزيره. يمكن بروح اكتوبر اكتر. الجزيره تحس برضه هو النادي الاهلي. هو النادي الاهلي. البدايه يعني. هو. شايف